سيدنا محمد الله معجل علي صلاة على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. تتقي ورع متدين شعبي العجيز. ويحتاج احتفال هذه السنة هو واحد الإطار، هو واحد الكفاءة على النهوض بوضعية المرأة وفتح آفاق الارتقاء أمامها وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعتها. اعتد على مشاعرنا الوطنية من خلال تكرفصة لتكرفص على اللغة العربية، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولية أداء سوسيولوجية متعددة. لذا نشدد على ضرورة التزام الجميع. صاحبي نصحك غا تقول شي حاجة انت جيت تقول لي. كما يتعين تجاوز الاختلالات السلبية والسلبيات التي أبانت عن التجربة ومراجعة بعض البنود. شرشمها شرشمة تكرفص عليها تكرفيصا ما بعده كرافس. وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله. وأنا كما أمير المؤمنين لن أحرم ما حرم الله من أحرم ما لا لن أحرم ما حل الله ولن أحل ما حرم الله. والخمر الذي سوف يقوم بعرضه في ألمانيا وينتقل المغرب حلال طيبة، والخنزير يتباع في سوبر ماركتي طيبة، وندقدق بنادم مندر رزقه طيبة، ونقلص بنت معلق راعي ودخل السجن فابور طيبة، وبنادم يهضر الدين غبره طيبة، والتطبيع مع اليهود وإسرائيل طيبة، وبمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. شابي العجيز أشد الكلمة الورقات هكذا وراحة تسمى يرتكه المجازر في اللغة. وقد بذلت الدولة مجهودا جبارا كما عملت على توفير المواد الأساسية دون انقطاع وبكميات كافية. يقا حقا خقا لا جوابا هقا شقا عقلا. وأطلقنا مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين. تشنشنت وعودكم المشبورة وتشأشأت. بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري للمرض أكثر من 6 ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم. وتهرطقت بعدما تهركلت. وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية في نهاية هذه السنة من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام غمد. شعبي العجيز. كشا مشا نشا. بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص وكيتهز تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود في وجه الالتزامات والتقلبات وحقوق نتائج إيجابية. وحقق نتائج إيجابية ما بقى قد ما فات الحاج كابر كوغاش لا بزاف عليا هادشي هذا لا. وهو مشكل تعاني منه كل الدول. وقف عند حدك في سخرية تامة ما قد تجيب ورقم قادة ويشكلوها لك وتقراها مزيان لأنك تخاطب المغاربة. وبموازاة ذلك وبموازاة ذلك وا 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 وا
ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني والتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسرار. واحد الفضيحة اللي حولتنا إلى أضحوكة ماشي غير وطنيا ولكن دوليا. علينا أن نبقى متفائلين ونركز على نقطة قوتنا. واستشنت عهودكم التي شننتم على المواطنين، ولابد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني وإزالة العراقيل أمامها. الوقت الله يرحمك الوالدين، تفضل شدنا ديك الكورونا. وإنما يقال من عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس. ليه راجل أمير الله أبيض ومربرب والنور والإيمان بيشعوا من وشه كده خير. صلاة النبي أحسن. وإننا نطلع للعمل من الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد. التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات بفضل التلاحم الدائم بين الشعب والعرش. جشا عشا هشا بشا. والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك، الأرواح الطاهرة لشهادات المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جاء الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. حشومة. وخير ما نختم. ما تكتبش من عندك، ما تزيد ما تنقص في داكشي اللي كتبت لك الأستاذة، داكشي بالحرف كيخصك بالحرف. نختم به قوله تعالى: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرحمة بكم غنتوقف عند هذا الحد هذا.